السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مع الحدث. والشيء كل عام يعني والكويت بخير اميرا وشعبا، ويعني مرت علينا ذكرى الاستقلال وايضا ذكرى التحرير، نستذكر ايضا شهداءنا الابرار، رحم الله شهداءنا الابرار. هذا من الجانب. جانب الاخر يعني كان في الاسبوع الماضي وايضا الايام هذه التصريحات متواليه في قضيه الترشيد والحلول التي تنوي الحكومه تقديمها. الاجتماعات اللي كانت تتم في الاسبوع الماضي ما بين الحكومه والمجلس، حسب ما سر في بعض الصحف بان هناك نوع من الامتعاض من النواب بأن الحكومة لم تأتي برؤية واضحة في قضية الاستهلاك والأحجام الحقيقية والنسب الاستهلاكية بكل شرائح مختلفها. أيضا كان هناك تصريح لسمو رئيس الوزراء قبل يومين في صحيفة الحياة اللندنية، قال بأن لن يمس يعني أصحاب الدخول الأقل والاحتياجات الأساسية الأسرة أيضا لم تمس. وصح هذا الكلام، يعني قد يكون صحيح، ولكن ما هي الآلية؟ إلى الآن هي آلية مبهمة غير واضحة. كان هناك أيضا بيان يعني في هذا الوقت من التحالف الوطني الديمقراطي الذي كان يتحدث عن الصوت الواحد وتجربة الصوت الواحد، بأن الصوت الواحد يعني عزز وكرس الطائفية والفئوية والقبلية وغيره، وكان ينتقد ويدعو إلى إجراء جديد. أيضا كان هناك تهديد من نائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون في حال ما استمرت بإجراءات خصخصة جمعية الدسمة، والإعلان جمعية الدسمة نزل. إلى الآن ما في يعني خلينا نقول رد فعل نيابي واضح غير التصريح. هل سيتطور الأمر إلى مسألة سياسية ولا لا؟ جلسة 1-3 سيناقش فيها قضية الترشيد والرؤية الحكومية وما ستذهب إليه، يعني بهذا من جانب. من جانب آخر أيضا كان تحدث رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع على قضية أسعار البنزين ورفع أسعار البنزين. كان هناك قبل فترة تصريح أعتقد كان للنائب أحمد لاري ونشر أيضا في أحد الصحف بأن تكلفة إنتاج البنزين وخاصة البنزين الخصوصي هي تكلفة اللي ما يباع هو أقل من تكلفة الإنتاج، لكن الحكومة مع هذا قدمت رؤيتها لزيادة تتراوح يمكن ما بين 40% إلى 80%. مواضيع عديدة لحلقة هذه الليلة، ورحب بضيفي الناشط السياسي والكاتب الصحفي الأستاذ باسل جاسر، حياك الله أبو تركي. الله يحييك ويسلمك، وأنا الحقيقة أشكرك لتحتك الفرصة لي أن يعني أظهر على برنامج الحدث ونطل على جمهور قناة الكوت الحقيقة. وبالبداية أبو حسين أنا أرجوك يعني أستأذنك أنه يعني بتقديم التهنئة لسمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين، وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة ذكرى الاستغلال وذكرى التحرير. وإحنا أمس كان يوم التحرير، أنا يعني بهالمناسبة ودي أوجه كلمة حق أهل الكويت كافة. يعني إحنا اليوم الحقيقة في جزء من الحراك اللي انتهى أو مات اللي هم الإخوان المسلمين اللي هم يقودون الحراك، اللي ثبت خيانتهم مرتين، مرة أثناء الغزو عندما وقفوا ضد تحرير الكويت وضد الدخل الأجنبي لتحرير الكويت. نفوا هالكلام. لا مو صحيح هالكلام، هذا كله مسجل بوثائق وموثق. والثانية الموقف الخياني الآخر اللي هو كان بإطلاق الربيع العربي اللي كان يبي يدمر أمن واستقرار والنظام في هذا في في في, في هذا ما لنا علاقه في النظام. انا اقول ان هذيل اليوم هم اللي يقودون التحرك باتجاه اشعال الفتنه الطائفيه وباتجاه يعني ضرب مكون رئيسي من مكونات الشعب الكويتي الكريم اللي هم اخواننا الشيعة. يعني يعقل اليوم انت جاي تخون هذا المكون الواسع الكبير من أجل قضية الخلية أو كذا؟ قضية الخلية أمام عين القضاء الآن وهذا الأمر انتهى، أنت جاي تخون كل هالمكون هذا بسبة بعض الشباب؟ احنا عندنا بعض شبابنا السنة كانوا حتى اللي أمس هذا اللي حلش يعني تخون، يعني هذا أسلوب فاسد، هذا أسلوب خاطئ. وأنا أذكر أهل الكويت إنكم لازم تتحابون مثل ما كان أسلافكم وأجدادكم، تذكروا إن بتحابكم وتوادكم تعدينا كل من 200 و300 سنة وإحنا نتعدى المشاكل. دم شيعي والدم سني اختلط مع بعض دفاعا عن الكويت عبر التاريخ. تبيها من الصريف، تبيها ببيت القرين، وما دام الله معطينا العمر ان شاء الله وهالبلد هذه مستمر بوجوده وسيستمر ان شاء الله، الكويت ان شاء الله
محفوظة في هذا الحب والتواد ما بين مكونات الشعب الكويتي الكريم بإذن الله. تفضل. أنا بتركي بس بداية يعني في وحدة الوطنية يمكن محور نتطرق له إن شاء الله في الحلقة، ولكن الموضوع الأبرز اليوم هو قضية يعني خلينا نقول التقشف موس على كل الروس. نعم. وتعتقد أن يعني إحنا اليوم بالكويت يعني بحاجة إلى أن نتهج سياسة تقشفية نتيجة للعجز اللي موجود، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وبالتالي يجب أن نقدم على هذه الخطوة؟ وهل الحكومة اليوم قاعدة توضح اليوم أو الإجراءات اللي راح تتخذها في المستقبل خاصة في قضية العجز؟ شوف حسين، أنا يعني بالبداية لازم نعرف أن اليوم إحنا بالفعل اليوم إحنا الميزانية الدولة اللي تم تقديمها لمجلس الأمة يعني فيها عجز أكثر من 12 مليار دينار اليوم في الميزانية هذه اللي قدموها. نعم. اليوم النفط أول مرة بتاريخ الكويت السياسي ينزل ويوصل إلى يمول الميزانية بحدود 77%، يعني 23% اليوم موارد أخرى، بس هذا مو طيب موارد الأخرى لا، ولكن بسبب انخفاض سعر النفط. هذا الوضع أنا أجده فرصة لو كان عندنا حكومة تملك من الخبرة ومن الإرادة ومن العزم كانت تصلح أوضاعنا حق اليوم وتصلح أوضاعنا حق المستقبل. عشان بس أحط توطئة، مقابلتك الأسبوع الماضي مع أبو إبراهيم الله يسلمه اللي قال عبد الله التميمي قال موضوع جدا خطير اللي قال فيها إن الحكومة تقدمت لهم وقالت لهم تكلفة الكهرباء 60% حق السكن الخاص. أيه. وبعدين أثناء النقاش تغير كلامها وعد الضغط قالت 20%. قال قد يكون محاولة للتضليل يعني. لا أنا ما أقول، أنا ما يهمني تضليل كذبت هذا ما يهمني كله. أنا اللي يهمني هني موضوع مهم. وين؟ إن 20% اليوم تدعم الحكومة الكهرباء والماي، 20% حق المواطنين بما فيهم التجار اللي هم ما يستحقون دعم، ها قاعد تدعمهم كل 20%، يبقى عندي أنا 80% قاعد تروح وين؟ قاعد تروح حق السكن الخاص والاستثماري والمناطق الصناعية والمناطق وخلافه. يعني شي يضيرنا إحنا لو يستمر 20% هذه ونتخلص من الدعم 80%، يعني إذا تكلفنا إحنا دعم الكهرباء والماي 1 مليار خلي 200 مليون ونشيل 800 مليون، شو يصير عندك؟ انت حققت اول شيء، حققت حماية حق المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وبنفس الوقت انت خفضت مصاريف قاعد تصرفها من غير لزمة. انت يعقل ان حكومة تدعم تجار؟ يعني واحد عنده 10 عمارات تدعمينه، ايش حق تدعمينه؟ واحد عنده مجمع تجاري ولا برج تجاري تدعمينه؟ راح يتعدل هذا، يبدو ان الكلام الان راح يتعدل، الوضع هذا راح يتعدل. لا ما راح يتعدل، انا قاعد اشوف حكومه مقدمه دراسه او عندها دراسه بتسوي شنو؟ بتسوي بترفع قيمه القيمه الايجاريه على املاك الدوله لمده اللي هي سنويه من 200 فلس الى 400 فلس. معقول هذا؟ اللي هو شنو ترفع؟ الأملاك الدولة. زين كانت تقول 200 فلس راح نرفعها إلى 400 فلس. زين هذا بالسنة بدل يا أبو حسين على المتر. الحين تشوف احنا نشوف الصناعة ودنا ندعمها وما في باس ان ندعمها، لكن احنا اليوم وزعنا قسايم على أساس انها قسايم صناعية وصارت مجمعات تجارية. صارت مجمعات تجارية. اليوم شويخ صناعية ما فيها مصنع إلا من رحم ربي. يبقى اليوم انا يعني تغير الاختصاص، قلنا ما امننا بالله كل واحد كويتيين وكل واحد خالد ترزقون الله، لكن هو يأجر المتر. لاحظ مثلا مجمع 3 أدوار، المتر الواحد يصير يعني 3 أمتار اذا يعطوا فوق بعض، المتر الواحد يأجره ب 150 و200 دينار شهريا، ويدفع المتر الواحد بالسنه 400 فلس ولا دينار ولا 10 دنانير. يعقل الكلام هذا؟ يعني اذا بتقسم انت ال 400 فلس على السنه على السنه 12 اضرب انت يطلع عندك 20 فلس بالشهر،
ولا 30 فلس، مو معقول الكلام هذا. ما آمنا بالله كنا نقول فوائض مالية وكذا وكذا وكذا، ماشي، لكن اليوم البلد قاعد تمر بضائقة مالية، هذه راح تحقق لك إيرادات. انت تحس بتصحح الأركان الميزانية عندك هذا. عندك اليوم تشوف الحكومة من خلال انتهاجها قاعد تشوف ان الحكومة قاعد تقلص من الهدر اللي موجود، الحكومة قاعد لا ما قاعد تخلص، لا اخوي لا هذا كلام فاضي. شلون فاضي؟ اقول لك فاضي، انا الميزانية اللي قدمتها الدولة كاهي، انا عندي تصريح السيد عدنان عبد الصمد قاعد يقول كلام اصلا، يعني لو الحكومة، عفوا انا يعني ما ودي اقلط ولا هذا، ولكن اذا في حياة المفروض توخر، تعطي الفرصة حق ناس ثانيين شلون يشتغلون. ليش ولا اشكالية؟ مين قادرة؟ ولا اشكالية؟ يعني انا بقول لك يعني مقدمة ميزانية ما فيها خفض، ما فيها خفض. خفض لشنو؟ خفض من هي تقول تقشفية المفروض الميزانية هذه. اوكي. المفروض هذه الميزانية تقشفية. مقدمة ميزانية ما فيها خفض الا نص واحد بالمية. نص واحد بالمية. اي تقشف هذه الحكومة تقدر تسوي تقشف؟ لا تملك، ما تملك القدرة ولا تملك الإرادة ولا عندها أبدا، ما في. يعني أنا بقول لك شغلة، شوف إحنا شو كثر تحكي على التنمية، أنا عندي مجلس الإعلام للتخطيط وعندي ما أدري شنو، وزيرة الشؤون ذاك اليوم طالع بتصريح إنه تحقق من الخطة 90% عدل 80% 80%. شوف ديوان المحاسبة شو يقول؟ يقول عندنا مشاريع إنشائية، ها؟ مشاريع إنشائية 80 مشروع إنشائي و 181 مشروع تطويري، هذا المفروض مخصصة في ميزانية من ضمن برنامج خطة التنمية اللي تقول وزيرة الشؤون أنها حققت منها 80%. ديوان المحاسبة يقول ما صرفت فلوسهم ما صرفت ولا دينار منها، عاجزة ما تقدر، عندها فلوس عاد تسوي مشاريع ما صرفت، ما تقدر تصرف. بينما أنا عندي الانفاق الجاري، ها أوكي، اللي هو الجاري هذا حسين اسمه يعني انفاق ما منه مردود، أنت قاعد تصرف مصاريف هذه تصرفها، ها يعني في بند واحد بند المهمات الرسمية، شنو التخفيض اللي حاشه؟ بتقول تقشف أنت من 46 إلى 44 مليون. لا بس راحوا أبو تركي راحوا على العلاج بالخارج اليوم، قلصوا المرافق، قلصوا بعض اللي كانوا مبالغ وردوا مرة ثانية، بس وردوا وبردون بس شوية الضغط، اصبر شوية، أنت ما تقدر تاخذ قرار. ليش مجلس يعني مجلس قوي ما يقدر يخلي معي مجلس هو الضغط الشعبي بس لحد تحكى حل اللي قاعد يسافر هذا ويا 5-6-7 مرافقين، هذا متنفذ، هذا ما تقدر عليه الحكومه. كانت تاخذ القرار بتركي شو ما تقدر عليه؟ تاخذ القرار تاخذه بالشتاء خلي الصيف، بالصيف تراجع الحكومه، بالصيف قبل الصيف راح تتراجع، ما عندها القدره، ما عندها القدره. يعني 441 مليون دينار كلفة العلاج بالخارج، معقول عندك انت؟ تحدث عن سمو الامير لما تكلم في الاجتماع ان هذا العلاج بالخارج وتكلفته الباهظة اذا كان محل انتقاد من قبل سمو حفظه الله، ولكن الحكومة استجابت اليوم تغيرت، فتشوف انه شو راح تتراجع؟ يعني وين تتراجع؟ تتراجع عنه، انت تقول تتراجع عن قرارها بالعلاج. انا اؤكد لك احنا لو نمشي على 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 توجيهات الامير، لو تمشي الحكومه هذه على توجيهات الامير كان احنا بخير، كان احنا بخير. الامير يدعو للتقشف والحكومه ماشيه في اتجاه ثاني، حضره صاحب السمو ها هو من دعا ها وقدم المبادره بالديوان الاميري خفض تكاليفه مصاريفه. نعم هذه الحكومه كاين عندها، تدري شنو حسين؟ عندها 9 برامج و8 مكاتب ولجنة، يعني 8 لجان أو مكاتب يعني منشأتهم هذه على أساس يعني تعالج مشاكل معينة وتصلح أمور معينة، كل بدها كم هذه؟ 4 مليار دينار.
بينما كلفة الدعومات كلها بما فيها ويانا التجار، بما فيها ويانا الاستثماري والسكن والتجاري والصناعي والدنيا هذه كلها 2,800,000,000. شايف انت شوف حكومة شلون تصرف شغلها، برامج وماكو برنامج ناجح على شرط، يعني كلها برامج اسمها حلوة، برامج شنو قصدك؟ برامج شباب، برامج مش عارف ايش، كلها برامج زين، دعم للشباب ما اختلفنا، بس اكو نتيجة غير مؤتمر وهذا وتعال وحط مغردين وحط مغردين وماكو شيء. احنا قاعد نقول لو الدعم هذا قاعد يروح حق الشباب ونشوف مثلا مشاريعهم الصغيره قاعده تنمو وقاعد يطلعون من القطاع الحكومي وقاعد يشتغلون وقاعد كذا ويترزقون الله، كان قلنا خير وبركه. تركي الان يعني الحين هذه في اشكاليه في الميزانيه، والميزانيه خلينا نتكلم يعني بند الرواتب هو الخلل الاكبر، الحكومه شو رايها تعالج بند الرواتب؟ الان طرح رئيس مجلس الأمة، طرح أيضا في بعض من قبل الاقتصاديين أن إحنا حلنا في الخصخصة، حل عشان نخرج من المشكلة، حل من الحكومة هذه عليه حكومة لا الحكومة هذه مع احترام رئاستها وأعضائها طبعا ما في شك إن فيهم طبعا استثناءات، لكن إحنا نتحكى بالعموم على الأغلبية. أوكي. الرئاسة ومجلس الوزراء لا يملكون القدرة على تخصيص أي شيء. ليش اليوم إحنا ليش ما عندهم قدره؟ يا شلون ما عنده قدره يحط قطاعي خصخصه؟ يعني انا اقول لك في قانون خصخصه، انت اليوم تبي تقول لي خصخصه، انا اقول لك هم راح يجرمون بحق الكويت وبحق المال العام وبحق المواطنين وحدود الدخل والمتوسط. شلون راح يعطونا مثلا بتاع الكهرباء؟ بيعطونا شركه واحده المتنفذ راح يكون قوي وكذي، وهذا يعني سووا قانون الوكالات التجارية عشان ينهوا الاحتكار، سووا قانون الوكالات التجارية عشان ينهوا الاحتكار. هذا الاحتكار الوكالات التجارية لما تكون انت وكيل شو اسمه، وكيل سلعة معينة او مصنع معين، هذا موضوع مختلف. احنا نقول على الخصخصة موضوع ثاني. زين لما تي حكومة ها تعطي شركة الكهرباء حق شركة واحدة، انا اقبل الخصخصة لها، الخصخصة هذه يعني طريق تنموي، بس يبي له ناس، يبي ما يبي يكسب احتكار. انت بتعطي كهرباء انا اقول اقبل من حيث المبدا، لكن تعال عط القطاع الكهرباء ها مثلا لحمدي شركه، حولي شركه، العاصمه شركه، وانت راح قسم المحافظات هذا وخلي خصخص عشان يصير عندهم منافسة، عشان يصير عندهم جودة الخدمة ترتفع وكلفتها تنخفض ويستفيد المستهلك. هذه فلسفة. شوف أنت أبو تركي قلت مساعة استشهدت في الميزانية، وكان تصريح سعيد عبد الله الصمد في قضية الميزانية، وأن الحكومة لم تقدم شيء في قضية التقشف، ما خفضت ميزانيتها بالشكل المطلوب ومستمرة في الميزانية، والبعض يقول أن الميزانية بشكل الحالي فيها الكثير من الهدر. ولكن شنو دور مجلس الأمة؟ هل تعتقد أن دور مجلس الأمة اليوم باجتماعاته مع الحكومة قادر على أن يفرض على الحكومة أن تغير منهجها وسياستها؟ شوف هي المجلس لما تحكي على المجلس تحكي على الأغلبية. يعني إذا وجدت أغلبية صالحة قادرة وصاحبة قرار وتتحمل مسؤولية ناخبينها وتتحمل المسؤولية الوطنية، الحكومة تقدر تلعب. أنا أعتقد ذاك اليوم لما كلام إبراهيم ان بنفس الجلسه تقول 60% كلفه السكن الخاص بدعم الكهرباء، وبعدين بنفس الجلسه تقول 20%، هذه كارثه. هذا المفروض اللي قاعدين ذاك اليوم كلهم يشتغلون. لو كان اكو مجلس او اغلبيه مجلس يعني الحكومه تعمل حساب. ايش معنى الحكومه عامله حساب حق المجلس؟ لا قاعد اقول لك لو تعمل حساب. شو هي مو عامله حساب؟ ليش مو عامله حساب؟ قاعد اقول لك قاعد ترد عليه، قاعد في استجوابات، في قوانين قاعد تقرر. هي استجوابات يا ابو حسين. شنو هي استجوابات؟ احنا عارفين الاستجوابات المعتبره راحت، استقالوا باستقاله اللي راحوا، يبقى الاستجوابات حتى الاستجوابات المعتبره ما قدرت تسوي شيء، لكن فجاه الوزير خلاص رفع عنا الغطاء السلطة النافذة داخل مجلس الوزراء ولا داخل فوق، يرفع يمشي من غير استجواب من غير شيء. يعني لا حد يقول لي إنه في وزير استقال ها بسبب استجواب. المدعج لا يا أخي، المدعج قال أيضا استقال، المدعج الله يذكره بالخير قال بجلسة الاستجواب
حتى الزبيدي كنت اشتري على حساب الوزاره اودي وياي حق ابغى اسافر، ما حد قال له شيء. لا بينها. مر 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 استجوابه. ايه؟ هذا الاستجواب القيم، هذا الاستجواب اللي كان فيه تجاوزات. يعني الاخ عبد الله طريج احنا نختلف وياه، لكن لما قدم الاستجواب قدم بنوت الحقيقه يعني تشق الوي. ومع ذلك ثبت الوزير قدرة قادر بعدها بشهرين ثلاثة مش الوزير قال بس أشروا له باستجواب كان يمشي. إيش معناته هذا؟ إيش معناته؟ معناته مو قد بقوة المجلس، السلطة النافذة اللي فوق هي رفعت الخطا أنا خلاص قاعد تتوكل على الله. أوكي أنت الحين قاعد يعني تحنجات. أنا أقول لك مو قوة المجلس، هذا مراكز القوة. اوكي لا بس 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 بتركي بعض الاستجوابات غير هالوزاره. زين ايضا في على الاقل حتى في المجلس في الدور الانقاذ الحالي في استجوابين صحيح ما ادوا الى رفع الى طرح الثقه، ولكن الا تعتقد بان تقديم الاستجواب بحد ذاته المجلس معناته قاعد كلام بس لا خليني اقول قاعد يؤدي دور الرقابي، والمجلس بنفس الوقت بالحاله ابرى ذمته. ولكن مو بالضروره انت الكلام اللي قاعد تقوله ان كل استجواب معناته يجب طرح الثقة، على الرغم أن العكس هو الأصح في الدستور بأن بعد ما ينتهي الاستجواب المجلس يستمر في جدول أعماله. ما تشوف أن أنت تبي الاستجواب إلا طرح ثقة ولا لا 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 لا. جاوبني عليه ولكن بعد الفاصل. عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام. بتركي سألتك أن أنت تقول أن الاستجواب إذا ما أدى إلى طرح الثقة فأنت قاعد نعمل جدول، رغم أن العكس هو الأصح في الدستور أن المجلس بعد ما يستجوب يستمر جدول الأعمال، فمعناته أنه ما يعرقل يعني. لا 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 أنا خاصة أن كنتم يوم في الأيام تنتقدون المجالس السابقة أنك بس تستجوب وتعطل التنوير. لا أنا أقول شوف الاستجواب أداة أنك أنت لما تستخدمها أنه موضع فساد معين يجب إصلاحه. أوكي. الإصلاح إنه يتحقق بالوزير نفسه خير وبركة. إنه ما في داعي تروح ثقة. لكن إذا الوزير مو قادر أو هو ما عنده إرادة الإصلاح في القضية الفلانية. مثلاً في قضية معينة طرح الاستجواب. طيب أنا عندي وزارة التجارة عندي كان قدم مثل ما قلت لك الاخ عبد الله طريج نختلف وياه وايد ها قدم استجوابه وايد قضايا. شنو تختلف وياه؟ ها شنو تختلف؟ اختلف وياه بطرحه شنو طرحه شيء ماكو شيء. المهم خلينا احنا شنو تختلف وياه بطرحه يعني؟ اختلف بطرحه يا اخي ما ممكن لو اتفق وياه كان انا رحت ادعمه بالانتخابات بس انا ما اتفق وياه. اوكي ف طرح قضايا مهمه منها قضايا تتعلق في موظفين قاعدين يستبعدون ويحاربون. ما فند الوزير؟ لا ما على فند ولا شيء ولا فند ولا شيء. قاعد اقول لك انا مدري احط مدري والله عدد ما يحضرني الان لو قايل لي كان راجعت لك عليه. موظفين بس يراقبون مش عارف هذا بالرقابه والمتابعه ولا ما يسمونه. ذكر وقتها كانت عندنا حلقه مع نام حمدان العزمي قال لك ان الوزير فند جواب كراتي هو يشوفه فند كيف بس انا شوفه ما فند ولا رد ولا قال شيء. ما قال شيء يعني لما يقول لما تقول لي عندي موظفين نشطين شقالين بالرقابه ويتابعون الاسعار ويتابعون كذا ويتم تجميدهم يحطهم بقسم بالوزاره ياخذون معاشاتهم ما يدامون انت توديهم هذول النشطين تجمدهم عشان ينامون في بيوتهم هذه كارثه هذه جريمه. يعني لو فرضا عقب الاستجواب يا احيا قسم الرقابه هذا اللي مكاتب الشكاوى يسمونه هذا حمايه المستهلك ايه او منعشهم وداعمهم وشغلهم كان قلت انا والله صح ما يحتاج وزير جزاه الله خير يعني الاستجواب سلط الضوء على قضيه معينه والاسم الوزير يا صلحها لكن الوزير لا صلحها ولا شيء ومع ذلك مشى مو على قضيه نفسها على خلاص يلا توكل على الله مع السلامه. احنا هنا المشكله. اوكي هذا استجواب يعني واحد استجواب واحد واستجواب وزير الصحه كان اعتقد راح يمر ولا في حسب ما سرب انه كان في 9 اسامي طرح الثقه ما تكملت العشر يا رجل يا على وزير الصحه
ناس قاعد تموت تدخل تدخل المستوصف على ريوله وتطلع. قال الوزير قال حالات بامريكا الوفاه نتيجه خطا طبي. قال هذا عادي بالكويت. اي طبعا خطا طبي بامريكا يحاسب المخطئ. انا خلي الواحد حاسب الوزير ولا حد. عشان ما حد حاسب يجب ان يحاسب الوزير. لو هو محاسب كل كويتي تعرض لخطا طبي هذا 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 قضاء وقدر. احنا ما عندنا خلاف عليه. لكن الرجل مات بسبب خطا طبي بامريكا يدفع المستشفى ولا الطبيب تعويضات لها اول ما لها تالي حق اسره المتضرر. انا شنو قضيه واحده الوزير حاسب طبيب او مستشفى حاسب اي احد؟ بل على العكس اكبر الجرائم هو اخفاء المستندات عن اهل المتضررين من الاخطاء الطبيه. هني الجريمه، هني يجب ان يحاسب. زين الان بترك شنو دور المجلس بالحاله؟ استجوا بعدين شو اللي تبي منه يعني؟ ابي ما هو انت اليوم احنا الاستجواب شنو الهدف منه؟ الهدف منه الاصلاح. انا عندي هالخطا هذا. اوكي. يجي المجلس استجوا. هو ما ادعو للاستجواب على طول. انا ادعو لاساليب اللي دعا لها المشرع الدستوري هي التعاون. تعال يا سعاده الوزير في عندك الخطا في المكلف الفلاني يا ابن الحلال صلح. ما مشى الحال اوجه له سؤال وفي اثناء التعقيب عليه اهي اطرح واوبخ الوزير. والله ما مشى الحال استجوبنا. وبالاستجواب اذا تعهد خلال شهر ولا خلال شهرين انه يصلح هم نعطي فرصه. لكن اذا ما يبي يصلح لازم توكل على الله عشان يجي واحد غيره يصلح. احنا اليوم قاعد شوف بس بتركي خله بس اخذ بعض اسئله تويتر في الاداء الحكومي. الاخ سعيد العماني وغانم مساء الخير يقول لك بدل ان الانتقاد الدائم للحكومه من كل شخص سياسي ما هو الحل؟ لماذا لا يتم طرح حلول بدل الانتقاد؟ شنو جواب؟ لا هو الحلول اليوم احنا 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 الحلول بيد الحكومه وبيد المجلس. وبما ان المجلس مو قادر على الحلول ولا الحكومه قادره ان تضع لنا حلول، ها احنا اليوم نتوجه للمسؤول المباشر. المسؤول المباشر هو الشعب الكويتي. اوكي. الشعب الكويتي انا عندي 50% من المبطل واحد لمليون كل الانتخابات رئيسيه لمجلس الامه. أوكي. 50% ما يحضرون. يبقى عندي 50% اللي تقرر. 50% هذه اللي ينتخب عشان قبيلته، اللي ينتخب عشان طائفته، اللي ينتخب عشان عائلته، اللي ينتخب عشان معاملة، اللي ينتخب عشان شوية فلوس. وفئة قليلة تنتخب حق الكويت. طبعا احنا لما نشوف الوضع اليوم، الوضع القبلي وايد زين، الوضع العائلي صارت اوضاع زينه، الوضع الطائفي هم الامور صارت طيبه، الا الكويت هي اللي تراجعت. وهنا عندنا السبب نرجعه لاهله والمسؤولين عنه هو الشعب الكويتي، سواء اللي انتخب انتخاب فئوي او اللي ما حضر. بالتالي يعني انت تحط المشكله اليوم بالمشكله بالناس؟ طبعا طبعا. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الله ها كما تكون يولي عليكم. هذا مبدا عام يولي عليكم. ها كما تكونون يولي إيه؟ عليكم. لكن انا وفق الدستور اقول انتم من تبون يتولونكم. اليوم المجلس هو المشرع، هو السلطه الرقابيه، هو من يوافق ويرفض الميزانيه، هو من يقبل الوزاره ويبقى يقبل الوزير، وهو من لديه سلطه عزلهم. يعني كل شيء بيده. يعني انا اليوم مجلس ما يبي يسوي وحكومه ما تبي تسوي. يا رجل قوانين اصدرها مجلس الامه لحد الان ما لم تجد طريقه للتنفيذ. قوانين عشرات. اليوم نوابنا يتفاخرون شنو ان اكثر مجلس اصدر تشريعات خير وبركه. أوكي. تعال تقول له تعال عطني ايش اسمه شنو اللي تطبق على الارض. يقول لك الحكومه تنفذ. طيب الحكومه تنفذ معناها شنو؟ انت كذي انت قبلت البعض ايش عملك وانت ساكت وانت سلطه رقابيه. واجبك الاولي نعم. تراقب على البعض. يتساءل ابو تركي اليوم انت شوي قاعد يعني
تتناقض. أنت كنت في الحكومة هذه حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تهاجمها، بينما كنت تمدح وتدافع مدافع شرس عن حكومة سمو الشيخ ناصر محمد. والله خوش سؤال، الله يجزاك خير، عشان تبين موقفنا، ومع أن أنا مبينه 20 مرة، أنا عمري ما دعمت ولا روشت ولا قلت دافعت عنها ما روشت. بس خليني أقول لك، بس أقول لك أي عمري ما قلت ناصر محمد والله حلو، سمو الشيخ ناصر محمد زين طيب والله كذا. ايش قلت انا؟ قلت عنه تعسى ما واحد استجوبه، كنت قلت انجازاته. غير يعني كذا قلت انجازاته، وانا تبي اقول لك انجازاته الحين اقول لك انجازاته. انا عندي اليوم 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 عندي كان المرأة اللي هو كان فيها قدم خطوات اصلاحيه خطيره. العلاج بالخارج كان نفس الوضع الان، مع انه يعني الحين صار ازيد. هو بالوقت اللي كان ياه فيه يعني ميزانيه 2007 2008 كانت دعم لهذا كان 330 مليون، اليوم احنا وصلنا 400. وهذا بس من فتره معينه 2011 2012 انزلت الميزانيه يا اخي، لما جاب الدكتور محمد المشعان الله يذكره بالخير او سوى لك العلاج بالخارج ماكو قشمره. المريض صجي يروح، اللي مو مريض يستريح يروح على حسابه. هذه مرحله، هذا انجاز. لما كان عندنا فرز الموظفين حق بعض النواب، النواب الاغلبيه بالتحديد المضطره، كان عندنا في 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 اداره حكوميه واحده اكثر من 1500 موظف، هذا اللي مفروزين فرز ياخذون معاشات ولا واعمال ممتازه وما ادري شنو ينافسون الموظفين اللي قاعد يشتغلون. لما جاء سوى هالخطوه هذه ومنع، وما ادري شنو صار الوضع الحين، انا احكيك على 2011 2012. هذا اعتبره خطوه اصلاحيه. انت لما تيني وتقدم خطه تنمويه كل هالجسور اللي تشوفها الحين، كل المباني اللي قاعد تشوفها، مستشفى جابر، مستشفى، مع ذلك الحكومه هذه جت بدل ما تمشي الامور وتحسن رقابتها، شو اللي حصل؟ اللي حصل اللي حصل المقاول ما ينفذ ويقعد وياخذ فلوسه ويمشي. يعني انا عندي جامعه شداديه المفروض الحين يعني نهايه 2015 يتم تسليم المباني، سنه واحده تجهيز هذا، و2016 يتم الافتتاح. 2016 لازم يتم الافتتاح بشهر 9. لكن شو اللي حصل؟ مجلس الأمة يصدر قانون تأجيل افتتاح جامعة جابر، جامعة إصلاحية، لا تأجيل، تأجيل شنو معناته؟ معناه حتى القرار التأخير، ما يدفع، معناه يرجع يجلس على راحته ل 2019. ما له شغل المقاول كله، الحكومة هي فيها الخلل، ما أنجزها. أنا أقول لك أنا الحكومة والمجلس قبلوا تمديد. اوكي. بدال انه يبقى 2016 افتتح. اوكي. على انت تقول الحين الحكومات السابقه، وقاعد تقارن. الاخ عبد الله الدغام العازمي يقول لك ارتفاع ميزانيه الرواتب سبب الحكومات السابقه التي اقرت كوادر وبالغ فيها بلا دراسه، لماذا ضيفك يحمل مسؤوليه للحكومه الحاليه؟ هذه انا اتفق وياه، لكن بعد انا عندي الحكومات الحاليه رفعت رواتب القياديين ورفعت الامتيازات ورفعت ورفعت ورفعت. انا اليوم اذا بتحسب لي ها باب الرواتب اذا هو 4 أو 5 مليار، ترى 50% مو حق مواطنين اصحاب تقول المتوسطه والهذا اللي دخلها، هذه تحسبها نصها حق القياديين بالدوله اللي معاشاتهم يا اخي رئيس هيئه ولا رئيس مش عارف ايش 12000 13000 غير قصه. هذا واحد نفر واحد يعني عادي شو شخص واحد واعضاء مجلس الاداره ولا هذا كل واحد 10 شنو يعني؟ والله لو قاعد يشغل بيسوي لي ذره كان ما يستقل هذا راتب هذا غير الامتيازات، قاعد تهاجم المجلس وغير البونص وغير كان في تصريح سابق مثلا اعتقد النائب عبد الله معيوف قال لنا في لقاء سابق قال ان هذا المجلس محسود عشان كذي بالانجازات اللي فيه المعارضه وانت منهم اليوم تهاجمونه، فلان انتم شايفين انجازات مو قادرين تلاقون شيء، بالتالي قاعد تحرجون سياسيا امام قواعدكم
خاصة أنت مرشح يعني، فبالتالي قاعد تاج المجلس لأن المجلس هذا أنجز وبالتالي أنت محرج فيه. الله ما كان راح يكون في أسعد مني لو كان في إنجازات حقيقية على الأرض. احنا يعني انا واحد من الناس من المطبلين لاي انجاز يحقق للكويت والاهل، يعني من انا قاعد نتهم الحين على سمو الشيخ ناصر محمد واحنا كنا نطبل مو حق شخصه وان كان يستحق، لكن احنا كنا نتحكى على الانجازات على المشاريع على المشاريع كلها اللي كانت واقفه كلها تم. هذا اللي احنا ندعمه وهذا احنا نتمنى، والسمو الشيخ جابر المبارك اول ما تولى مدحنا وطلبنا وحتى يعني تفاعلنا قلنا ان شاء الله يعني دع لنا، بس تفاجئنا انه باول اول اول ما حضر وقف خطة التنمية. هذا هذه الكارثة. احنا كفالم كان كل يقول خطة التنمية فشلت، هاي خطة التنمية، خطة التنمية اللي فشلت ملتهم الهند الصبيح العام ها العام اعلنت وفاه خطه التنميه اللي احنا قلنا فاشله، اللي احنا قلنا فاشله وحذرناهم انها فاشله اوكي واصروا عليها. وياك بعدين هند الصبيح قالت سعاده الوزيره هند الصبيح قالت ان الحكومه فشلت في تنفيذ خطتها التنمويه. واحد بعدين قدمت خطه الحين حق السنه هذه اللي احنا فيها اللي بتنتهي بشهر 4 وقالت ان 80%. اليوم انا عندي كاهو بديوان المحاسبه يقول عنده 181 مشروع وبرنامج و400 ولا كم قلنا الارقام ما تنفذت. شلون تقول لي 80% انت خططت هذا على السنه؟ على السنه على سنه واحده اي على السنويه يقول سنويا انجزوا تقريبا 80. هذا السنويه انا حاجي حسابات الختاميه سنويه حساب ختام مال السنة. يقول فيها على الحكومة ايش قاعد تسوي عليه؟ ها؟ الحكومة ايش قاعد تسوي؟ ما ادري قاعد يتخشمون يتكشخون استانسي. اي والله والله العظيم سيارات وكشخة والسفر. انا عندي ميزانة ميزانة مهمات رسمية. تدري كم؟ تدري كم يسافرون؟ توني قلت لك ساعة 44 مليون تكلفنا. زين تكلف المال العام 44 مليون حق التكشخ يسافرون طيارات وكذا ويروحون وإقامات بفنادق درجة. زين بكمل بس على الوزراء. اليوم كان أعتقد في جريدة السياسة يمكن قبل فترة تم هذا كان هذا الخبر بأن تدوير بعض الوزراء اللي هم أساسا النواب، لأن البعض منهم قاعد يعني خشية أن مع قرب الانتخابات ممكن يكون هناك نوع من القرارات الانتخابية أكثر ليتنفع كل واحد إذا بيرد ينزل الانتخابات مرة ثانية. تشوف الوزراء يعني البعض منهم قاعد يعني يسخر الوزارة للدوافع الانتخابية، وهل هناك من الوزراء من يسخر الوزارة مثلا خلينا نقول تيارة سياسي اللي ينتمي له؟ والله يعني للأسف يعني هذا يعني بالأول كانوا يسوونهم يعني بحيل شوية هم يستحون. اليوم حد يستحي، كل واحد يسوي على كيفه. أشكر عيني عينك أشكر أخبره اي هذا مفتاح هذا مدري منه هذا مدري منه هذا مدري منه حتى مدارس قاموا يسمونه على اسم ناخبينه. اشكر مجلس مستانس مرتاح شغله الاعضاء معمات ناخبينهم ماشيه والدنيا ماشيه وخير وبركه. يعني احنا الوضع بالفعل يعني اليوم الكويتيين هذا احنا قراب على الانتخابات. يا ال 50% اللي قاعدين ببيوتكم يلي تقول انا مالي شغل ترى دمرتونا تعالوا انتخبوا ادوا واجبكم انتوا ال 50% انا هذه خلفيها 10% مرضى ولا كذا ولا كذا، لكن عندي ال 40% هذه الأشرة هذا لا عنده مصلحه ولا عنده يعني لو ارتباط. لو ذا ال 40 لو هذول كانت تتغير المعادله 100%. شلون تغير الاختيارات كلها تتغير؟ انت اليوم على 50% او يدخل عليهم 40% تنقلب الحسبه. اوكي تتكلمت على ان المجلس اللي كانت استجواباته مؤثره لما كان النواب الخمسه ما قبل الاستقاله كانت استجواباتهم قويه ومؤثره على كلامك.
الآن كتقييمك الاستقالة، هل تشوف أن النواب أخطأوا في الاستقالة؟ والله شوف حسين، أنا بصراحة وبتجرد يعني. إيه لا بصراحة وتجرد، وأنا أقول لك هالكلام. تحرضتم على الاستقالة؟ أنا ما حرضت على الاستقالة. بلك أنت من عام وقت الاتصال المستقبل. أنا أعجبت بموقف الاستقالة، أعجبت وسجلته وكاتبه في أكثر من مقال. إنه يعني فعلا ضحوا تضحية كبيرة. كنا نتأمل. ليش ما تقول انحاشوا يعني؟ هربوا. يا يقول الكلام. أنا كنا نقول إن تضحية ألا وعسى إن يعني الحكومة مثلاً تحس ولا هذا وتصلح الأداء وتصلح كذا، لكن للأسف يعني صارت استقالتهم يعني، وأنا أول المخطئين بالدفاع عنها. ها خطيئة صارت، مو خطأ، أخطأت بالدفاع عن الاستقالة. نعم ما في شيء. نعم وانا اعتقد واجزم ان حتى النواب اللي استقالوا اليوم، انا اعتقد ان هم عندهم ردة فعل على لما تشوف الاوضاع بعد سنتين الان من الاستقالة او اكثر او اقل، انه يعني بالفعل تخلوا عن واجبهم. يعني هذين الخمسة اللي المفروض يعني تكون تخبوهم من يعني نقدر نقول صفوة الناخبين، انتخبوهم على امل اصلاح وعلى امل هذا، شافوا الوضع فاسد قالوا مع السلامة. يعني هذا باختصار، وكل يوم كل اللي قاعد يحصل بالكويت والمساحة الفساد. لو موجودين شو اللي يصير؟ لو موجودين على الأقل كان أكون مقاومة، على الأقل أكون مقاومة. مقاومة حق شنو؟ وين قاعد يصير؟ لا مقاومة حق مساحة الفساد اللي قاعد توسع. لو كانوا موجودين على الأقل أكو واحد يعني. وحسين مو معقول أنا حين هي أدخل الاستديو أقول فيها والله في خراط بيض ومخبقة والله مش عارف إيش، أقول لا بس بطلت مالي يلا خليني وتاخذ بيدي ونطلع برا، مو صحيح. لازم تسوي أي شيء عشان تصلح وعشان نبث العلقة. أوكي بس أحد الأخوة سأل، الأخ ياسر بدر النقي يسألك سؤال لضيفي الكريم، بماذا يفسر الزخم الإعلامي من الحكومة لرفع الدعوم والتخفيض المخجل للميزانية الذي لا يتجاوز 300 مليون دينار؟ أفسره بالعجز. عجز منه؟ عجز الحكومة، ما عندها القدرة ولا الإمكانية ولا الإرادة. أنا قايلها مساء وأنا أكررها مرة ثانية، إن حكومة لا تملك رؤية حق باكر. حكومة والله لو صار أي إشكال اليوم، ها ما تقول إنه بيصير وتتحسب له قبل لا يقع، لما يقع لما تصير مشكلة. إحنا من متى ندري إن النفط إنه بينزل؟ طلعت لنا الحكومة تقول لنا لا وإحنا أمورنا طيبة وإحنا زينين وإحنا كذا وما ينزل، ولو ينزل ولو يوم نزل قال أكو مشكلة. ما تذكر كم وزير بالحكومة طلع يقول إحنا وضعنا متين ما علينا خوف، نزل ولا صعد؟ كان في تصريح ذكر حتى من قبل فترة كان الوزير السابق أحمد باقر لما تحدث أيضا حتى على المناقصات، قال أن عدد يعني 30 مليار يتوجه إلى فقط 4 شركات هي شركات أشخاص، وبالتالي يعني ما تشوف أن أيضا طريقة المناقصات والذهاب إلى بعض اللقاء، هو يقول إذا راحت لشركات مساهمة كان الأفضل أن تتوزع، ولكن هذا شو تسمي خلل ولا لا؟ والله شوف عاد أنا يعني هالكلام هذا يمكن مقبول منك، بس مع احترام وتقدير ومسي عليه أستاذ أحمد باقر، هو يعني ليش ما لحق يتكلم؟ هو بتيار سياسي وعنده 3 أو 4 نواب موجودين بالمجلس، وهذا يعني المفروض يتوجهون يتحركون بهالجانب. هذا يسوي يتحرك؟ ايش تحرك النواب يا اخي؟ قدم استجواب لما تقول لي انت ما ادري كم واحد ماخذين كل مناقصات الدوله، 90% من مناقصات الدوله، اموال الدوله ملياراتها، وساكتين قاعدين، ايش تسوي؟ الأخ أحمد باقر عضو في مجلس التخطيط، أخي علونا المشكلة هذه، قدمونا دراسة رؤية شغلة معينة، مو قاعد يقدمون رؤية؟ إيش درانا عنه؟ هو الحين قاعد ينتقد حالي تيار سياسي وعنده بالمجلس وهو بمجلس الأعلى للتخطيط وحال حالي ينتقد، نكتب نوابه مو قادرين يعني. يعني حتى والله هو ينتقدهم المفروض، هو أولى الناس بالانتقاد. أوكي بسألك الآن، الانتخابات التكميلية الأخيرة يعني تتوقع أن هل كسرت
واكو هناك بوادر ان المقاطعه كسرت بان المعارضه شاركت في هذه الانتخابات بصفه مباشره او بصفه غير مباشره، وتقييمك لهذه الانتخابات التكميليه تشوفها كانت تجري في اجواء عاديه من هذه، كانت هناك نوع من القراءه السياسيه في هذه الانتخابات؟ بس بعد الفاصل يلا. مستمر معكم مشاهدينا الكرام. وتركي، سألتك قبل الفاصل بأن الانتخابات التكميلية تشوفها، هل المقاطعة أعطت مؤشر أن المقاطعة كسرت، أو تشوف أن في الانتخابات هذه مرت بشكل عادي، أم هناك قراءة سياسية لها؟ شوف الحقيقة يعني نتيجة الانتخابات تشوف يعني الحضور مكثف على كرسي واحد، كان مستغرب الأرقام اللي تم الوصول لها، أيضا أرقام مستغربة، لكن هذا يعطيك قراءة إلى أن كل التيارات السياسية كانت دخلت فيها المعركة وبقوة، بقوة لأجل المقاطعة اللي كذا. يعني المهم أنه يعني أنت تدري يعني الانتخابات باقي عليها سنة وشوية، فيعني كل يبي يثبت وجوده ويبي يثبت فاعليته ويبي يمتحن ويختبر قدرته على الشحن او استقطاب قواعد الانتخابيه. نعم. فكانت عندنا هالارقام، يعني حتى النواب، بعض النواب طبعا اللي بالدائره هم شاركوا بالانتخابات هاي فعليه، يعني كانه هو مرشح. فلذلك تشوف ارقام يعني 7000، تشوف شو اللي يحيلك يعني في شيء في قراءه سياسيه واضحه؟ إيه طبعا، يعني انت بتقول يعني التيارات السياسيه قصدك يعني المقاطعه خاصه؟ لا، مؤشرات كلها يعني انتخابات 2017 ماكو مقاطعه، كلها مشاركين، كلها مشاركه. نفس الوضعيه عندهم. اكبر خطا هم اخطؤوا بحقهم اول شيء، الاغلبيه المبطله ها او الحراك ولا مش عارف ايش، اكبر جريمه ارتكبوها بحقهم هم اول شيء مقاطعتهم. البعض يقول لك ان ايضا كان يعني الصراع المستقبلي لكرسي رئاسة مجلس الأمة كان في هذه الانتخابات، هل هذا صحيح ولا لا؟ والله ممكن. شلون ممكن؟ ممكن يعني في بوادر مرشح جديد موجوده. منو؟ منو معروف يا ابو؟ لا منو؟ معروف. منو؟ الاخ محمد الصقر. هو يعني لا يزال مرشح؟ والله اعتقد انا كل لا يزال يحظى قراءتي يعني بقبول او لا مجال يعني قراءتي للساحه السياسيه. الرجل جاي بقوه، محمد الصقر. إيه؟ بس في يعني مو موجود الان على الساحه شيء فعلا ان محمد الصقر موجود. طبعا هو هذا ما تشوفه، شلون تشوف ما تشوفه مستند، هذا تشوفه يعني بالانتخابات، تصريح بالانتخابات هذه يعني كان مع احد المرشحين، يعني او ما نقول لك هو قواعده محبينه التحالف اليوم لما يقول لك الصوت الواحد عزز الطائفيه، ايش حقه ويبي صوتين على اساس انه تكون يعني اقوى حق ويقدر يعني يجيب اكبر عدد من النواب. بالحديث على الصوتين، كان هناك اللي قلته ايضا في المقدمه بيان تحالف الوطني الديمقراطي لما تحدث عن تجربه الصوت الواحد انها عززت الطائفيه والقبليه. لا مو صحيح. شو تفسرها؟ لا بعدين خاصة أن البعض اليوم قاعد ينتقد، هو متضرر من الصوت الواحد وهي بالصوتين. من المتضرر؟ الاتحالف. ليش؟ ها؟ ليش بتضرر من الصوت الواحد؟ يعني نوابه موجودين يعني وفاعل. إذا كانت أنا عندي قاعدة تنجح لي واحد بالصوت الواحد، معناها القاعدة هذه نجحتني بالصوتين. بس ما تشوف أن كرست الفئوية والقبلية؟ شلون تكرست؟ شلون كرست؟ أنا مجلس القلص كان مجلس 2009 الى 2012 المبطل واحد. هذا المجلس القلص كل واحد عنده 2000 صوت، تقعدون اربعه مع بعض ونجحون اربعتهم، مع ان ال2000 صوت ما تنجح. اليوم احنا عندي انا نعم يعني اليوم القانون يعني بالفعل بحاجه لاعاده نظر، بس مو بالصوت الواحد، لاعاده نظر في الدوائر وتقليصها. يعني مو معقولة أن تكون منطقة مثلاً بس الصوت الواحد لا بالعكس ما في أحسن منه.
صوت الواحد أفضل ما جاءنا وخفف وكسر حدة الطائفية والقبلية والفئوية. اليوم أنا النائب السابق دكتور جمال حرب إيش صرح؟ قال قانون الصوت الواحد رسخ تحالفات مشبوهة أضرت بالكويت وخدمت المتطولين على المال العام واللوب الإيراني بالكويت. هذا قاعد أدري ما طالع من كوكب ثاني. هذا مو مالنا الكلام. هذا مو مالنا هذا الكلام مو مالنا. شو مو مالنا؟ هذا مال جماعة ثانية ما أدري والله. بس مو كلام يعني مالنا إحنا. أنت تقول لي اليوم صوت الواحد عز طائفية. شو عز طائفية؟ وايد قاعد يقولون عز يا أخي أنا التحالف اللي هو الليبراليين يقولون عز يقول طائفية أنا وقال التيارات الإسلامية هو أنا بس أنا أعرف مصلحتك. قلت لك إياها هو مصلحته متضررة من صوت الواحد. أنا لما يكون قبيلة عندها ما ينجح 4 نواب قبائل صح تضرره الأحزاب تضرره من الصوت الواحد. هذا ما في خلاف عليه. أنا اليوم فئة معينة أقدر أنجح في الدائرة مثلا الأولى 4 تقول لي بس لا ما تنجح مالك إلا واحد. طبعا أنا متضرر طبعا أنا بصرخ. لكن مصلحة العامة تحققت شلون؟ إن النفس الطائفي هدى شوية. النفس أول أنت ما تتذكر وقت الانتخابات شو يصير عندنا؟ شو يصير؟ نفس الشيء معارك؟ لا لا كانت مع ارجع حق انتخابات 2012 مات فبراير وارجع حق انتخابات 2012 ديسمبر. شوف الفرق بين الطرح الطائفي هنا والطرح الطائفي هنا. بل حتى المتطرفين اللي الآن معانا لا زالوا موجودين ها الطائفيين ترى هم من إنتاج المرحلة ذيك لما الحين ماش على نهج يعني الأربع أصوات هي اللي بس سوت طائفية هي اللي سوتنا قبل ما عندنا طائفية. في طائفية ما هذا مجتمع طائفي يا أخي أنا ما أختلف عليه. هذا مجتمع قبلي أنا ما أختلف عليه. لكن دور الدولة ودور القانون إنه يقلصها ويضيق مساحتها. إحنا الأربع أصوات افتحت على الأبواب كلها على مصراعيها. وشفنا بعيوننا اختفاء مكونات رئيسية من مكونات المجتمع الكويتي. اليوم المجلس هذا والمجلس اللي قبله المبطل 2 شو ما تلقى قبائل معينة كنا ما نشوفها بالمجلس أصلا. فقدوا الأمل إنهم يطلعون. أنا بهمني طائف العلة الديمقراطية إن مهما يكون أقلية ولا هذا كلهم موجودين وكلهم يشاركون بصناعة القرار. أما تبيلي الأغلبيات الكبار هم اللي يستولون على كل شيء والأقليات هذول يضيعون بين الريول. يعني مو صحيح بعد. يعني الواحد يفكر مو بمصلحته الذاتية. أنا أدعو التحالف وأدعو كل القبائل وأدعو الكل والأكثرية الحمد لله كلهم استوعبوا وفاهمين الموضوع وفضلوا مصلحة الكويت على مصالحهم الخاصة وقدموها. لكن لا زال هناك من يفكر مصلحته الذاتية يبي يحقق مصلحته الذاتية على حساب مصلحة العامة. ما يجوز أنت اليوم عشان أنت عندك قاعدة معينة تقدر توصل لك واحد عشان تبي توصل لك 2 لا يا جماعة صوت واحد مو زين. لا تقول مو زين قول أنا مصلحتي متضررة. أنا فاهم قصدك بس أوكي هذا مصلحة متضررة. تصريح دكتور جمال يقول لك أنه عزز أيضا اللوب الإيراني في الكويت. عزز اللوب الإيراني ما نعرفه بعد ما يقول ما والله ما فهم الكلام هذا اللي قاعد يقوله. والله ما يفهم شلون عزز اللوب الإيراني وشلون عندنا لوب إيراني وشلون إحنا يعني إحنا 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 الكويت يعني هذه ما يشوفها شلون. هو لما يقول في لوب إيراني بالكويت هاي كلمة هذه جريمة. قول لنا يا أخي من اللوب الإيراني إذا أنت مت قادر يا جماعة الحرب تحكى عنهم عطني أسمائهم ما نتحكى عنهم. عطني مستنداتك وأدلتك إن هذول خونة ويشتغلون حق إيران وأنا أتولى المسؤولية. أحرق رؤوسهم إن شاء الله لو أرفع عليهم دعوة بنفسي. لكنك تقول لي لوبي إيراني وتحط وجرمت لي منو تب منو تقول لي تب لوبي إيراني هذا علمني منو. طيب اوكي خل راح على موضوع اخر. متمسك بالصوت الواحد ولكن متمسك مع تعديل الدوائر تقليصها اي اوكي اوكي. اليوم البعض يعني يقول لك انه مع الصوت الواحد وتركيه تلاشت حتى التيارات السياسيه
ما صار لها ذاك الـ الـ يعني الحظوة في ظل الصوت الواحد، لأن ما تقدر تنزل إلا واحد في كل دائرة مثلا، هذا إذا كان لها حضور في جميع الدوائر، وبدأت تتحول إلى إلى نوع من الفردية. يعني حتى العمل بالبرلماني ما صار عمل فردي أكثر من عمل جماعي. أنت بعد بدلين حتى كنت تأمين عن تيار المستقل استقلت، وهذا يقولون أحد إفرازات الصوت الواحد. ما تقدر تشتغل تيار يشتغل في خاصة وجود عديد من الأشخاص عنده في ظل الصوت الواحد. شوف تيارات وما تيارات والعمل السياسي، العمل السياسي أنت إذا تبيني ترجع لي على الدستور، الدستور كله مركب على عضو واحد، العضو الواحد يقدر يسأل، العضو الواحد يقدر يستجوب، العضو الواحد يعني كل الصلاحيات الممنوعة حق حزب هي موجودة عند عضو واحد. يعني بدستورنا يعتمد على الفردية في الأداء، ما عنده مشكلة، لكن تبي تقول لي تيارات سياسية، أنا أقول لك تعال لي عطني، هاي تياراتنا السياسية موجودة، عطني تيار سياسي ها، خلنا تبي ناخذ دينيه ولا تبي ناخذ فيه تيار سياسي من هنا حيث تيارات سياسيه الموجوده على ساحه العمل اوكي السياسي. بس يعني اقول لك صوت الواحد ما راح تحكي على الجديد، تحكي على القديم زين، تضرر بالصوت الواحد ولا بالصوتين، ابي انا شنو انجازاته حق الوطن، شنو انجازاته حق الشعب الكويتي، تيار يشارك ودليل دليلنا استمراريته معناته ان لهم قواعد، عندهم قواعد ما اختلفنا ما اختلفنا زي. ولا زال القواعد موجوده ولا زالوا نزلوا واحد ولا نزلوا هذا ينجح، ما اختلفنا هذا كلام ما نطلق عليه، انا ما قلت لك في شيء أوكي. لكن انا اقول لك تيار سياسي موجود على ساحه العمل السياسي بالكويت، ما انا قايل لك من بعيد، اقول لك من 90 من التحرير، شنو انجازاته؟ تشوف التيار يعني الليبرالية، تيارات الليبرالية تشوفها ما شاء الله كلهم مناصب، كلهم مناصب، يعني ما تلقى عندهم، يعني أنا تراوالي الحين يعني مثلا التحالف ما عنده عدد يسوي مكتب سياسي، لأن كلهم كل 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 مناصب قيادية. تبي الدائرات الإسلامية أقول لك تعال شوف الإخوان، حركة حدث، وشوف جمعية الإصلاح، جمعية الإصلاح سنة ثمانينات ما تعجى كان ها مبناهم موجود بالروضة وجيراننا مبنى والباجي بحاصة رمو كلها ملاعب كلها، اليوم شوف ما تلقى لك مقز إبرة، تعال شوف شعبيتهم زادت يعني والفلوس بصادت بعد هي صح، من شنو؟ لأن دخلوا المجلس، أنا موجودين بالمجلس من الثمانين، حققوا إنجازات، اليوم جمعية الإصلاح إنجازات سووا يعني هذا إنجازات حكم ذاتية على حساب المال العام، على حساب المال العام كم؟ شو المال العام؟ هذا ها 3600 موظف، 3600 موظف وين؟ ها وين؟ وزارة الأوقاف ياخذ، وزارة الأوقاف تدفع معاشاتهم، يشتغلون جمعية الإصلاح، يشتغلون في جمعية السلام، هذا لا مو 3000 يعني شنو يشتغلون إذا هم ينتمون لتيار كيف؟ لا هم يشتغلون بالجمعيات الخيرية ياخذون معاشاتهم من وزارة الأوقاف، حسبة هذا بالنص كذي زين، شنو المشكلة؟ شنو؟ ها شنو المشكلة؟ المشكلة نصهم أكثر من نصهم ثلاثة أرباع مصريين وأجانب، شنو الحاجة؟ شنو شلونه؟ حق وزارة الأوقاف ما تشغل إلا الموظف اللي يشتغل عندها ويقدم عمل عشان ياخذ مقابل أجر، مو يشتغل بجهة ثانية والمال العام يدفع والأوقاف بعد حاجة ما يدرى أوقافها الكويت تروح على 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 مستبحين المال العام. هذا الأمر كتبنا فيه بتويتر وقلمنا وناشدنا الأخ يعقوب ما سوى شيء. هذا احنا اليوم انت حكى ونقول يا جمعية الإصلاح ويا جمعية إحياء التراث ما يجوز هالوضع هذا ما يستمر، هذا استباحة للمال العام، هذا مو كلام مو أنا اللي أقوله، هذا تقوله السياسة ولا حد اشتكى عليها، هالكلام
قيل في الصفحة الأولى ب 17 نوفمبر 2015 يا منكم إذا كانت السياسة تكذب توقفونها عند حدها وتجبرونها على تقدم اعتذار ها؟ وهذا بعد نفس الشيء اليوم من خلال برنامجك يا أبو حسين أوجه حق الأخ الكريم عادل الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة أوكي. وأرجو أنه يتحرك على الموضوع هذا لأنه أيضا يقع تحت مسؤوليته. وتركي اليوم اللي البعض يقول لك أن تغيرت المواقف أيضا يعني عند يعني أنتم كأن الحين صرتوا نفس المعارضة ومطالباتكم قبل حكومة وفساد وغيره صرتوا وكنتوا من الفريق الأزرق الحين كنا صرتوا اليوم أنتم البرتغالي نفس الشيء ما تشوف أن خطابكم توحد؟ لا 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 لا, لا, لا جاء قل لي لا ليش بس خلنا أتوقف عند فاصل أخير بعدين أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام. بتركي سألت لك قبل الفاصل بأن اليوم البعض يقول لك مواقفكم تغيرت من كان اليوم يمثل اللون الأزرق تحول إلى البرتغالي وخطابكم مع المعارضة أصبح شبه موحد. لا لا مو صحيح الكلام هذا. إحنا يعني الحقيقة المعارضة إحنا كنا نعارض وسمو الشيخ ناصر محمد لما كانت أداء الحكومة سيء قبل 2000 انتخابات 2008 أنا أتذكرها دائما أستشهد فيها بالشاهد لغاء حطوا يا ابو منشط صفحة أولى يا سمو الرئيس ترى تصدق اللي هذا يقولك في إنجازات 2000 ترى قاعد يقصون عليك ودير بالك ترى أنت ما سويت شيء حق الكويت لحد الآن من توليت 2006 ل 2008 ترى ما سويت شيء. بعدين سويت 2009 مجلس 2009 بالفعل لما قدم خطة التنمية وبدت شوية تشوف إنجازات طبعا معارضة اللي كانت معارضة وما طبعا معارضتهم ما كانت مو الشخص أصل محمد وحطوا فيه كل العبر مو عشان شيء عشان العلاج بالخارج عشان فرز الموظفين عشان الأمور هذه فيعني وإحنا لما نعارض اليوم لما بتقولي برتغالي إحنا كنا كانوا واحد أزرق ها تشوف الأمور اختلطت البرتغالي صار أزرق يعني صرت برتغالي أنت إذا بتحسبها كذي باللونين إحنا أنا برتغالي من الأول إذا بتحسبها بالألوان كمعارضة يعني بس القول برتغالي معارض الأزرق موالي أوكي. أنا ما كنت موالي حق حكومة أنا موالي ورقبتي حق الحكم إنما الحكومة أشوفها مؤسسة تعمل لخدمة الكويت وعلى إن أنجزت قلنا أنجزت ونشكرها وإن أخفقت نقولها أخفقتي وسنحي خطك بالكلام أكثر من شيء ما عندنا قدرة. أوكي البعض اليوم يطرح أوش المعارضة بعضهم كأصار يطلع بالعلن ويصرح بأن الوضع السيء نتركه الوضع السيء نتركه للسيئين. البعض يقول لك إن لا طالما أن هذا يعترض على مرسوم الصوت الواحد وبالتالي يمكن نشارك فيه وهذا يعني وعدم شرعية يعني يعترف بشرعية مجلس وغيره تشوف ان البعض تقول لا بيشاركون لا هذا البعض مصر اليوم على المقاطعه اللي ما راح يشارك هذا يدري ان فرصته انعدمت يقول على الاقل اثبت على موقفي واكون انا يعني خير وبركه لكن اللي عنده القدره وعنده عندك صالح الملا عندك مبارك الوعلان انا ما لا تحدد لي اسماء انا ما تحكي الاسماء ايوه ذول ما يفوزون يعني لا شلون يفوزون مش بنقول يفوزون ما يفوزون شلون ليش يفوزون في تيار تيار بعضهم من القبيلة بعضهم ينتمي لتيار بعضهم يعني من عمر القبيلة اليوم بالصوت الواحد ما تقدر يا أخوي القبيلة أشكرك كل واحد يفك نفسه أول فرعية ما أكو فرعية الحين قبائل ما عنده فرعية الحين إذا بير كل واحد ينزل بالقبيلة ما أكو كل اللي يشوف عند القدرة وعند هذا يروح إلى شيء لكن لما تيني انت تقول لي انا والله 4 أصوات والله اضمن لي انا 2000 صوت وهذاك من عنده 2000 صوت وهذا عندهم 4000 صوت ويجيبوا هذا واحد مني واحد مني وينجحونه لا يجيبوا الصوت الواحد ماكو هالكلام هذا ماكو هالكلام هذا اكو عندك وتواصلك وقوتك مع الشارع مع جمهور الناخبين ينجحونك
لذلك ما كلهم متضررين، كل التيارات السياسية راح تتضرر من صوت واحد وما راح ترضى فيه، حتى القبائل. بس أنا أدعو التيارات السياسية أنها تتقبل وتضحي من أجل المصلحة العامة ومصلحة الكويت مصالحها الخاصة، وتقول الصوت الواحد زين، مثل ما ضحت وقبلت قبائلنا الكريمة، قبائل كلها قبلت شاركت بالانتخابات وما قالت إلا يا صوت واحد يا ما أنا ما المشكلة نبي. المشكلة بالتيارات السياسية هي اللي مقابلة الحين، اللي متمسكين هو التيارات السياسية، حتى اللي مشارك حتى اللي مشارك كالتحالف الوطني قاعد يقول لك أشكر. بعض يقول لك اليوم كيف تقيم اليوم، هل هناك تحالف ما بين الحكومة وبين التجار في هذه المرحلة؟ ما في شيء، لا هم أصلاً في بعد الفئة المتنفذة بالتجار تتحكم بالحكومة، هذا واقعي ولا كلام؟ لا لا هذا كلام واقع، هذا شلون لا واقع وحق وحقيقة. انت لو بغيت تعرف الامر هذا يعني ما افتكر ان في اليوم احد بالكويت يشك في هالامر هذا، كل يعرف الوضع، احنا ما نستغل تجارنا هذا اللي ترى بعض اليوم عزهم وترى كان لهم في طيب على الكويت وكانوا مساهمين يعني بتبقى. ايام الضرائب الكويت لما كانت بس على الضرائب بس بعد احنا نقول شنو احنا نقول لا مو بالطريقه هذه ما يجوز. اوكي البعض بترك اليوم صوته بدا يعلى في قضيه المصالحه، وبعض من كان يعني محسوب على الفريق الازرق اليوم صار يطالب بالمصالحه ويعني العفو. تعتقد ان احنا بحاجه الى المصالحه والعفو اليوم؟ عفو عفا المسجونين. لا هذا الحقيقة يعني أنا أفتكر أنك تشير حق الأخ علي. ما علي غير. إيه ولا. علي الراشد. الأخ علي الراشد أخ وعزيز ها و يعني ترويج حق الكلام هذا أنا طلعت من المسار عشان الأخ طارق علوي مثل هالكلام. اليوم الأخ علي قاعد يتبنى أنا أختلف وياه اختلاف دعوة كلي. مصالحة زين خير، هذه المصالحة خير بس على أي أساس؟ على أساس إنه يعني إحنا نعدل لهم الدستور ولا نعدل لهم قانون ولا نعدل لهم شنو؟ لا الحين مصالحة على هم بيتصالحون عفوا على الأحكام. شوف 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 حسين ما حد زعلهم، أكو دستور وأكو قانون. أوكي هم طقوا وزعلوا وقاطعوا ها وقال لك إحنا ما نشارك بانتخابات يا صوت واحد، والمرسوم اللي طلع هذا غير شرعي. جت المحكمة السورية كنا نقبل هالكلام هذا. أوكي. جت المحكمة السورية وقررت إنه دستوري. طلعنا من القصة هذه اليوم عاد اللي بيقاطع ها؟ لا أنا ما أكلمك عن أقول لك عن المسجونين. المسجونين شوف أنا أقول العفو عند المقدرة خير وبركة دائما. نعم. ها ولكن وانا ادعو حتى يعني من باب اولى بندعو حق الاخوان ها اللي اخطاوا خطا جسيم وخالفوا قانون. انا ما عندي القصه انه شنو المشكله، انا اقول هم خالفوا قانون وتجاوزوا القانون. تقول لي اخ مسلم 15 16 سنه بالمجلس وهو عايش معاه القانون اللي سجن بموجبه تطاول على الذات الأميرية. هذا القانون أتحدى إذا الأخ مسلم قدم في يوم من أيام الخمسة عشر سنة أو ستة عشر سنة اللي كان هو في المجلس مجرد اقتراح. أنا ما أقول إنه يملك الأغلبية ولا الحكومة قاعدت، لا لا أقول بس مجرد يكون قدم اقتراح، بس قدم اقتراح اقتراح برغبة أتحدى ما قدم موجبة خلال أنا الدعوة للمصالحة اليوم تأيدها. أنا أقول لك مصالحة على شنو؟ العفو عن الأساس. لا لا ليش؟ أنا أقول لك ليش. قلت لك الحين أول شيء جانب أن الأخ مسلم القانون هذا ما قدم عليه، وبالفترة 16 سنة انسجنوا عليه ناس ونفذت فيهم أحكام والأخ مسلم كان مأيده. اليوم لما تجاوز الأخ مسلم ولما تطاولوا بعض الشباب اللي نتعاطف وياهم، وانا اتعاطف حتى ويا الاخ مسلم، كل مسجون انا اتعاطف وياه، لكن يجب على الاخ مسلم ها يعني السجن ترى يعني ما حطوه كذي اعتباطا، السجن تهذيب واصلاح سلوكيات الناس لما تتجاوز على القانون.
الأخ مسلم لما حين يشوف الوضع أنه هو بطل واللي سواه هذا يعني شيء طيب وعمل وطني واللي معاه المنافقين اللي قاعدين اللي خربوا حتى على الأخ مسلم أخ مسلم كان متواضع دخلوا له الغرور وإنك أنت رمز وطني أنت رمز أنت مدري شنو أنت ضمير الأمة أنت مدري شنو روح مسكين خلوه يحس احساسات مو زينه زين بهالحاله تمام يعني الريال ما في يد العفو ها بهالحاله شلون ايد العفو الريال يشوف إن ما سوى شيء الشباب اللي معاه خلي يعتذرون اول شيء وقدمون اعتذار ونشوفه وشوفونا الكويت حتى يكون في عبره حق الناس لكن الحين نقول كله واحد صل خير وعفو عفو كويتيين وجزاهم الله خير طلعوا على جادة الصواب وردوا لها قبل فترة كان اعتقد محامي جاسر الجد يتكلم على ان الدعوة مثلا نزول الى مثلا احدى الساحات وتصير نوع من استفتاء المشاركة وبعدين الشعار ان العفو والاربع اصوات تأيد هالدعوة هذه انه يصير مثل نوع من الاستفتاء يعني الناس تنزل الى خلينا نقول احدى الساحات ساحات رادار بظاهرات لا يعني نوع من استفتاء شيء اي يعني نوع من كانه يكسر المقاطع يشاركون بانه يردون الاربع اصوات او شيء هل اللي فهمته كذي يعني. لا لا هذه خرابيط خرابيط مرابيط عرفت انا اعتقد اللي يبي ويبي يعدل القانون وعندهم شعبية يقول احنا يمثلون 70% من الشعب الكويتي ولا 80% ولا 90% ينزلون انتخابات وينجحوا لهم 33 نائب ويعدلون قانون الصوت الواحد ويخلونا 100 صوت كيفهم ها الأغلبية يسوي اللي يبي اما تقول لي بنزل بالشارع وبقعد مش عارف ايش ها لا اقول السريع اوكي السؤال مو على كيفك الاخ مراقب يسألك الان بعد ما استقلت من تجمع المسار من يقود التجمع ما أدري عنه ترى تسألهم تسألني أنا برا الراضي عن ما ينتج عن تغير يعني في البعض الأمور لما يصير في استقالة ولا شيء تتعدل الأوضاع أنت تشوف إنه تعدل الوضع في المسار والله ما أعتقد أنا أشوف الأخ علي التصريحات الأخيرة إنه لا المسار اتجه باتجاه آخر مش مكان ثاني أي اتجاه يعني مكان ثاني مو هو احنا متفقين عليه ان احنا مع القانون مع الدستور مع هذا اللي كنا احنا بادين عليه اليوم المسار راح باتجاه ثاني يعني شنو يعني الصفح المساجين شلون يعني بس هذيلي يعني باجي اهل الكويت مثلا اللي غلط مثلا بحادثه مرور ولا بطريقه تجاوز قانون المرور مسجن هذا نطلب وياهم طيب اللي 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 وجد ظروفه الاقتصاديه ببعض معين كتب تشيك ولا كتب هذا اللي بيطلعون بعد انا اعتقد هذين اللي اخطاوا وهذا عارفين انهم نادمين على خطاهم هذين المفروض نطالب لهم هذا الاولى ان نطالب لهم لكن الاخ مسلم والجماعه اللي وياه الحقيقه لا يا اخي هذا اللي تجاوز القانون ويعتقدون انهم سووا عمل صحيح ارجاع الجناسي وسووا عمل وطني ارجاع الجناسي يعني اليوم ضمن المطالبات هي ارجاع الجناسي ارجاع الجناسي القانون المحاكم ترجع الجناسي اذا الحكومه متعسفه ها المحاكم ترجع ابو تركي اخير شيء يعني ما خليت احد ما انتقدته منو عاجبك يعني بالاخير عاجبني سمو الامير الله يحفظه الله يحفظه سمو الامير يعني ربان السفينه ولكن يا بالاخير الاوضاع كلها كنا لا معارضه لا حكومه ولا مجلس لا لما يكون مجلس ضعيف وتكون حكومه ضعيفه النتيجه معروفه انا اقول بس اهل الكويت الله يسلمهم 50% اللي ما يحضرون الانتخابات هذا اللي يحضرون تصلح كل شيء تصلح ما عندنا مشكله احنا بس محتاجين الرجل المناسب للمكان المناسب بس كل امور تصلح على مستوى الوزارة الحكومة لازم كذي وعلى مستوى الشعب الكويتي لازم يصير كذي ممثلينكم لازم يكون الشخص المناسب في المكان المناسب ل 2017 واحنا نسير في هذا في افق هذا المجلس وافق هذه الحكومة الى اين نسير لا مكان والله مو زين الله يستر شو يستر من شنو خاف انا والله خايف يوم احنا بالاول الفلوس تستر العيوب وماشي الامور فوائد وكذا ماشي الأمور اليوم لا ما فوائد اليوم قاعد تاخذ من اللحم الحي اليوم هالميزانيه هذه تاخذ 12 مليار دينار من احتياط الاجيال القادمه ومتفائل ومن الصناديق السياديه ومتفائل لا مو متفائل
حق ماكو شيء يدعو للتفاؤل لا حكومة ولا المجلس حقي كلش ما في تفاؤل. أخيراً بتركي أخيراً أقول الله يصلح الحال وأهل الكويت يستحقون وأمير الكويت وولي عهده يستحقون أفضل الكثير بأضعاف مما هم موجود على ساحة العمل السياسي اليوم اللي قاعدين للأسف يعني الحكومة وحتى القياديين بمؤسسات الدولة مو قاعد يقوموا بدور بما يفرضه عليه أكثرهم مو قاعد يقومون بما يفرضه عليهم الواجب الوطني كل اللي قاعد ياخذ لكن مو قاعد ينتج ولا قاعد يؤدي. أنت لما تقول لي أنا في ميزانيتي كوزارة مثلا وزارة الصحة في ميزانيتي 200-300 مليون عشان أسوي مشروع عشان أسوي كذا وما أقدر أسويها ولا أقدر أنفذ لا مع أن الفلوس عندي هذا منتهى العجز. هذا المفروض الوزارة هذه هذا لازم يعاقب أقلض العقاب لازم يبعد هذا عاجز. أنا اليوم اللي سوي لي أوامر تغييرية سوي مشروع اليوم أنا بام يعني 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 الكويت قاعد تكلفنا ها احنا كل سنه نعم اخيرا بس دقيقه واحده بس دقيقه واحده بس وينها ايه احنا ندفع 36 مليون دينار نتيجه خطا الحكومه في ترسيه المناقصات هي خلاص ضغوط المناقصه وطلع اللي فاز بالمناقصه الرقم واحد كذا اوكي انت الحكومه ما تعطيه ما تعطيه المناقصة ما تسلمه عشان ننفذ لأن تبي الثاني ولا تبي الثالث تعطيه إيحاء أن الملغية المناقصة وينسحب الأول وينسحب الثاني وتعطي الثالث اللي تبيه. هذه العملية قاعد تكلفنا 36 مليون دينار سنوي. شوف عملية فساد بسيطة. مشكور وتركي لحضورك معنا وأنا اللي أشكرك وأشكر قناة الكوت وأرجو أن ما أكون يعني ضيف ثقيل على السادة المشاهدين. حياك الله أبو تركي في وقت أنت وغيرك يعني من طرف الآراء سواء انتقدتم وأيضا مرحبين أن يكونوا معنا أهل ضيوف مشاهدين الكرام. وصلنا لختام هذه الحلقة لكم مني أطيب المنى أطيب هنا ولا لقاء.